مساءكم خير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المساء اليمني. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ زيد الشليف، نائب رئيس مبادرة من أجل يمن جديد. مساء الخير أستاذ. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا. سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليوم الاثنين على معسكر نقيل الفرضة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بعد مواجهات عنيفة تكبد خلالها الحوثيون وقوات صالح خسائر بشرية فادحة، وبعد يوم واحد من سيطرة المقاومة على وادي ومرتفعات أملح. فرضة نهم عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من مفرق الجوف صعودا إلى منطقة مسورة التابعة لمديرية نهم بمحافظة صنعاء، وهي جبال وعرة تم عبرها شق طريق إسفلتي يربط بين محافظة صنعاء ومأرب الجوف. تقع فرضة نهم في فرضة نهم عزل صغيرة يرجع معظم ساكنها لقبيلة نهم، كما أنها البوابة الشرقية لصنعاء، وتعد النسق الدفاعي المتقدم للقوات الموالية للحوثيين وصالح. انهيار قوات الحوثيين وصالح في الفرضة حسب محللين يعني انهيار المنظومة الدفاعية الأولى لصنعاء، لسبب أن الأرض ستنبسط أمام المقاومة بمجرد سيطرتها على الفرضة، وستكون المناطق التي تلي الفرضة أسهل من المناطق التي قبلها ومن الفرضة نفسها، كما أن القبائل التي تقع بين الفرضة وصنعاء فيها أنصار كثر للمقاومة، خصوصا قبيلتي نهم وأرحب، وهما القبيلتان اللتان تتمتعان بحضور كبير في معارك فرضة نهم وما قبلها. مشاهدينا الكرام، حول أهمية السيطرة الاستراتيجية على فرضة نهم وما مدى تأثير ذلك على مسار الحل السياسي، وهل ستكون الخطوة الثانية التقدم نحو صنعاء، كل ذلك سنناقشه في مسائنا لهذا اليوم مع ضيفي هنا في الاستوديو، وكذلك سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ سامي الغباري الناشط السياسي من الرياض، وأيضا الأستاذ عبد الله الشندقي الناطق باسم المقاومة بصنعاء، ومن اسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الله الحاضري. فأهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ حلقتنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. على وقع هذه الضربات تخطو المقاومة والجيش الوطني على مشارف صنعاء خطوتها باتجاه التحرير. نهم أرض المعركة والبوابة الشرقية للعاصمة، وتحديدا معسكر نقيل الفرضة الذي يفرض حوله رجال المقاومة والجيش الوطني حصارا من كل الجهات عقب مواجهات عنيفة في محيطه انكسرت فيها ميليشيا الحوثي وصالح أمام ضربات الجيش الوطني. السيطرة على معسكر نهم الذي أنشئ حديثا بحسب عسكريين يعني قطع إمدادات الانقلابيين وتأمين السيطرة الكاملة على فرضة نهم، خصوصا عقب استعادة سلسلة جبال قرود الاستراتيجية المطلة على صنعاء في اليومين السابقين. استمرار المعارك بهذه الوتيرة قد يعجل برسم الخارطة الأخيرة لحرب بدأت تتضح ملامح نهايتها مع الشلل الذي أصيبت به حركة الميليشيا المسيطرة على العاصمة. قوات الجيش الوطني والمقاومة المدعومة من التحالف الذي يتخذ من حربه سياسة النفس الطويل لإنهاك قوات المخلوع واستنزاف قدراته البشرية يدفع بتعزيز قناعة أن معركة الميليشيا تخسر كلما طال أمد الحرب رغم الكلفة الثقيلة التي تطال المدنيين أيضا. مراقبون يرون إن صح خبر مغادرة البعثة الروسية إلى أنه لا يمثل أهمية سياسية، باستثناء الإشارة إلى تغيرات في موازين القوة العسكرية التي تفرض سلامة البعثة من الناحية الأمنية، دلالة ربما تعني أن قوة الميليشيا تمضي نحو الانهيار، وأن قدراتها بالحفاظ على العاصمة التي تسيطر عليها أصبحت محل شك روسي. يدور السؤال عن دور القبائل المحيطة بصنعاء كنهم وأرحب وموقعها في المواجهات الجديدة، إلا أن تاريخ هذه المنطقة تحديدا يحسم خيار الانتماء، ففي نهم التي وقفت في ثورة 2011 حائط صد أمام قوات المخلوع المتجهة لمعاقبة الثوار والثورة، تمضي اليوم بامتداد تاريخها النضالي في حفاظها على الجمهورية، وهي تشكل هذا المزيج الحامي من التاريخ والجغرافيا عبر هذه السلسلة الجبلية الممتدة التي تشكل البوابة الشرقية لصنعاء، لتفتح الباب نحو العاصمة المخطوفة منذ عام ونيف تحت قبضة ميليشيات انقلبت على الدولة ودمرت البلاد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب مرة أخرى بالأستاذ زيد. مرحبا بك معنا في هذه الحلقة أستاذ زيد. بداية أستاذ زيد، بحكم أنك من أبناء نهم، هل لديك أي معلومات حول آخر التطورات في الميدان؟
كان لي اتصال قبل الدخول إلى القناة، ومن الأخبار المفرحة أن كلما اتصلت كلما تجد خبر جديد وتقدم جديد للمقاومة، في تقدم متسارع نحو الأهداف التي رسمت وخطط لها. قبل لحظات وصلت المقاومة إلى منطقة ديرة، وهذه تعتبر خلف منطقة الفرضة باتجاه صنعاء. الفرضة لم تسيطر عليها المقاومة الآن بالدخول إليها، وإنما سيطرت عليها بالحصار، لأن طبيعة جبال الفرضة التي هي حول معسكر الفرضة، جبال الفرضة هي كثيرة وقد سيطرت المقاومة على الكثير منها، لكن المعسكر لم تدخل المقاومة بعد، لأن الحوثيون ربما قد هربوا من المعسكر، لكنهم وضعوا الألغام كعادتهم في كل مكان وفي كل حرب ينهزمون فيها ويهربون، يضعون الألغام بعدهم. فالمقاومة وصلت إلى منطقة ديرة، وهذه ديرة أقرب قرية إلى فرضتنا، ورصاص المقاومة وبندقية المقاومة الآن تضرب معسكر الفرضة وآخر معاقل الحوثيين في سلسلة جبال الفرضة، وتعدوا منطقة الشرية والمحجر فينه، ووصلوا إلى القرب من جبال التي تحاذي منطقة بران والمبدعة. هذه بران والمبدعة خلف منطقة الفرضة باتجاه صنعاء، والسيطرة عليها تعني أن الفرضة لم يعد لها أي أهمية نهائيا، لأنها أصبحت محاصرة تماما، خاصة وأن المقاومة تحيط بالفرضة من اتجاه مفرق الجوف ومن اتجاه حريبنة، والآن أصبحت من اتجاه صنعاء كذلك. وإن شاء الله غدا تتجه المقاومة باتجاه صنعاء وتكون الفرضة خلف ظهورهم. طيب أستاذ زيد، يعني المقاومة والجيش الوطني كما يقال يطرقون الآن البوابة الشرقية لصنعاء، ما الذي تعنيه هذه المعركة والتي أخذت صدى واسع؟ لم يعودوا يطرقوا الأبواب بل قد فتحوا الباب. البوابة الشرقية فتحت من فرضة نعم بإذن الله، والمعنى لفرضة نعم هو أنها منطقة وعرة، والمعركة فيها إذا كان الخصم متمترس فيها صعب أن تهزم خصمك وأن تصل إليه وهو متمترس في هذه الجبال الوعرة صعبة الوصول. وبما أن الحوثيون انهزموا في هذه الجبال التي كانوا متمركزين فيها لشهور، يعني أنهم لن يستطيعوا بعد الفرضة أن يقفوا على أقدامهم إلا في صعدة بإذن الله، لأن جبال الفرضة الآن ما بعدها هي مناطق سهلة جدا، لا أقول أنها أصبحت طريق مهدة، لكن الذي سيساعد المقاومة كثير أن الحاضنة الشعبية في منطقة نهم ومنطقة أرحب موجودة، وسيكونون مع المقاومة في أول ما تصل أي منطقة، سيكون أبناء المنطقة مع المقاومة، ستكون المنطقة بنفسها هي تقاتل مع أبنائها، لأن أهل البلاد يقال بالمثل الشعبي أهل البلاد أخبر بشعابها، وأهل نهم الذين دخلوا نهم وأرحب لم يأتوا من محتلين، بل دخلوا عائدين إلى ديارهم، ليسوا معتدين ولا منتقمين من أحد، حتى من وقف وأيد الحوثيين فينا طمنتهم المقاومة أنه لن نعتدي على أحد ولن ننتقم ولن نعامل بالمثل، بتفجير البيوت، نعم، لن نفجر ولن نهجر ولن نرتكب أي جرائم ضد من وقف ضدنا، حتى لو كانوا معروفين أنهم ارتكبوا جرائم معينة ضد أبناء المقاومة، لكن كل هذه سنتجاوزها بشرط أن يتخلوا عن الحوثي، وهذا بإذن الله سيكون. أبناءنا وأرحب لن يسمحوا أن تكون منطقتهم منطقة صراع ومنطقة حرب، حتى المؤيدين للحوثي، لأنهم يعلمون أن معركة الحوثي في هذه المناطق خاسرة ولا يمكن له أن ينتصر فيها، خاصة بعد أن خسر الفرض. طيب بالنسبة أستاذ زيد، يعني أنت تحدثت عن مجموعة من المناطق التي ذكرتها، هل تعد مواقع عسكرية في قبضة المقاومة أم مواقع عادية؟ وهل هناك مواقع عسكرية استطاعت المقاومة أن تستحوذ عليها؟ اكتشفوا معسكر كان سري في منطقة خلس، وهذه قريبة من منطقة ملح. بقية المناطق هي قرى وعزل ووديان، لكنها مهمة في الطريق إلى صنعاء وقبل ذلك في محاصرة الفرضة. فالآن أصبح الجيش الوطني والمقاومة في مناطق يستطيعون فيها التحرك بسهولة، لأن ما قبل ذلك كان التحرك في جبال غير مأهولة، في جبال مترامية الأطراف، وكان التحرك فيها صعب جدا والتنقل فيها صعب جدا، ونقل الجرحى ونقل المؤن والأغذية والكذا كان صعب جدا. الآن المقاومة تعتبر انطلاقة جديدة وصولهم إلى هذه المناطق الحيوية، هذه المناطق التي تصل إليها الطرق من كل مكان، انتقالة جديدة بإذن الله ستساعد على أن يكون التحرك باتجاه صنعاء أسرع مما كان من قبل.
طيب اسمح لنا استاذ زيد ان ينضم الينا ايضا الاستاذ عبد الله الشندقي الناطق باسم المقاومه في صنعاء. مساء الخير استاذ عبد الله. مساء النور استاذ عبد الله. اهلا بك استاذ عبد الله، وحدثنا عن اخر المستجدات في نهم. هل سقط معسكر فرضه نهم ام ما هي الاوضاع عندكم؟ طبعا المستجدات داخل يعني فرضه نهم تم السيطرة خلال الساعات الماضية على عدة مرافع استراتيجية داخل فرضة نهم. هذه المرافع يعني تسيطر على الفرضة وتسيطر على نقطة الفرضة وتسيطر أيضا على معسكر الفرضة بسيطرة النيران التي تتمركز في هذه المواقع. طبعا هذه المرافع هي وادي غير السلامة وضرية السرية التي هي ضرية على أبو نحوم وضرية على عاطف وضرية شيحان والعبادل وحجر النعيمات والكثيف، وتم خلال النصف الساعة الماضية السيطرة على جبل رشا. كل هذه المواقع الاستراتيجية التي هي في إطار الملح وذروة ومحيط الفرضة يعني استطاع المقاومة الشعبية والجيش الوطني الأشائس أن يعني يتمركزوا في هذه المواقع. هذه المواقع يعني صعبت التضاريس، هذه المواقع كان كثير منها لا تستطيع السيارة أن تصل إليها، العتاد العسكري والأسلحة وال يعني الذخيره وما اليها لا يستطيع يعني ايصالها الجنود الا على ظهورهم او ظهور الدماء. و يعني هي مواقع طويله تمتد لاكثر من 5 إلى 10 كيلو متر. هذه المواقع هي البوابه لجبل فرضه سمين وايضا لمعسكر فرضه سمين والمفتح. خلال الايام القادمه ستكون السيطره الكامله وسيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني على كامل فرضة سمين وأيضا معسكر ونقطة سمين أو نقطة. طيب أستاذ عبد الله، يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه أبناء المقاومة في هذه المنطقة والتي هي سلسلة جبلية يعني محاولة السيطرة عليها، خاصة كما تحدث معنا الأستاذ زيد بأن الحوثيين كلما انسحبوا من منطقة يعني قاموا بتلغيمها بالألغام التي يعني لوحظت من منذ توجه المقاومة من مأرب وحتى الفرضة. طبعا أبرز الصعوبات التي تواجه الجيش الوطني والمقاومة في هذه المناطق هي ما وضعه الحوثيون من ميليشيات وعصابات صالح من سلاح العين، وهو التلغيم لهذه المناطق الاستراتيجية. ايضا ما يعني نستطيع ان نقول انه يواجه الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في هذه المناطق التضاريس التي هي تعد صعوبه كبيره في هذه المنطقه لعدم وجود خطوط التي توصل الى المناطق الاستراتيجيه في هذه البلاد. هذه ابرز الصعوبات التي تواجه المقاومه والجيش الوطني خلال هذه المعارك في الايام الماضيه او الساعات الماضيه. نعم، طيب هل هناك لديكم تنسيق مع قوات التحالف ايضا مع الحكومه الشرعيه؟ هل هناك يعني ضربات للتحالف في هذه المناطق؟ طبعا نحن اولا لسنا يعني ضمن قوات التحالف كمقاومه، نحن يعني منضوين تحت الشرعيه التي تتمثل برئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء ورئاسه ايضا وقياده الامكان العامه ووزاره الدفاع. نحن ربيك لهذه المؤسسات ونحن جزء من الشرعيه لسنا لوحدنا. بالنسبه للتنسيق مع الشرعيه والقوات نحن بخط واحد، نحن ربيك للجيش الوطني. الخطط العسكريه التي يتم السير عليها لا بدراسه ويعني تخطيط من قبل قياده المقاومه الشعبيه وقياده الجيش الوطني وايضا باستشاره قياده التحالف العربي. بالنسبه للتحالف العربي يعني هو مشهور اسند المقاومه والجيش الوطني خلال المعارك الماضيه من خلال الاباتشي والطيران الحربي، وكان له دور ابرز في تحرير كثير من هذه المناطق وفي فتح الطريق للجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. نحن يعني والتحالف والجيش الوطني نمشي بمسار موحد وبخطه واحده، ويعني الترتيبات تتم وكل جهه تعرف الذي يجب ان تعمله من الخطة التي تعد سلفا، ونحن نمشي ضمن خطة يعني تمشي على مراحل. مشينا في المرحلة الأولى استكملنا ما تبقى من محافظة مأرب في مديرية مجلس وأيضا الدخول إلى محافظة صنعاء كبداية مديرية نهر، واليوم نحن ندخل بالخطة في المرحلة الثانية من الخطة وقد يعني مشينا فيها، وهذه كلها ضمن خطة
وضعت وحددت من قبل جهاز الجيش الوطني والمقاومه واشراف التحالف العربي. هل يعني هذا استاذ عبد الله انكم تتقدمون بغطاء جوي؟ نعم نحن نتقدم بالقطاع الجوي في الحالات التي يتطلبها القطاع الجوي، ياتي القطاع الجوي من قبل قوات التحالف، وبهذا الصدد نحن نشكر قوات التحالف على الجهد الذي تقوم به والقطاع الجوي الذي يعني تدعم به المقاومه والجيش الوطني في دخولها في هذه المناطق وتحريرها هذه المناطق التي ذكرناها عنها. اذا شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله الشندقي الناطق باسم مقاومه صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من محافظه صنعاء. عوده اليك استاذ زيد، يعني كما تحدث معنا الاستاذ زيد هناك تقدم، ولكن ربما ابرز ما يواجه المقاومه من تحديات هي تضاريس هذه المنطقة سلسلة جبلية وعرة، ربما هذا ما أطال المعركة في فينا. السلسلة الجبلية التي تقدمت فيها المقاومة الفترة الماضية، لو علم الناس قدر هذه الجبال وتباعدها ومساحتها لوقفوا إجلالا لهؤلاء الأبطال الذين تقدموا إلى هذه الجبال. لو طلع الواحد منا في رحلة ونزهة في هذه الجبال لن يستطيع أن يمشي جبل ولا جبلين ولا ثلاثة ثم يستسلم للتعب ويرجع، لكن هؤلاء بقضيتهم التي يحملونها ومبادئهم وتفانيهم من أجل القضية التي يحملونها استطاعوا أن يصلوا واستطاعوا أن يحققوا النصر واستطاعوا أن يصلوا إلى مناطقهم واستطاعوا أن يرجعوا إلى أهلهم فينا واستطاعوا أن يرجعوا إلى ديارهم وأرضهم ومزارعهم والتي شردهم منها الحوثي. فالحوثي شرد أبناء المناطق، أي واحد كان ينوي فقط أنه سيكون مع المقاومة أو كذا من هذا القبيل كان يهاجموه ويسجنوه ويعرضوه للتهجير. فكان أبناء منطقة نوم وأرحب الكثير منهم انطلقوا باتجاه مارب ثم عادوا، والآن العود ليس من أجل القتال فيهم وإنما عائدين إلى أرضهم، ومن واجههم ليمنعهم من العودة إلى ديارهم فسيكونوا بإذن الله الحجر الصلبة التي تتحطم عليها آمال الميليشيات فينا، لأن صاحب الأرض هو الذي ينتصر. صحيح. لا أحد يستطيع أن يغتصب أرض أحد، صاحب الأرض مهما طال الزمن سيعود إلى أرضه وستعود الأرض إلى أصحابه. طيب أستاذ زيد، يعني هذه الانتصارات العسكرية المتوالية للمقاومة والجيش الوطني في البوابة الشرقية تتزامن أيضا مع ذكرى 11 فبراير ثورة الشباب، هل نأمل أن تكون صنعاء محررة مع يعني في الذكرى الخامسة للثورة؟ المعركة عادت إلى نفس معركة الثورة في 2011 لكن بطريقة عكسية. والطريقة عكسية، لكن الخصوم ما زالوا نفس الخصوم، والثوار هم الآن ما يسمى بالمقاومة والجيش الوطني. فكان في 2011 الحرس الجمهوري الذي للأسف الكثير منهم ضوى تحت ميليشيات الحوثي هم من يقتل أبناء مديريات نهم وأرحب، فكان لمديرية نهم وأرحب موقف في 2011 لن ينساه لهم التاريخ ولن ينساه لهم أبناء الشعب اليمني وخاصة أبناء الثورة اليمنية الذين كانوا لولا وقوف نهم وأرحب وبعض الألوية العسكرية أن ميليشيا صالح وفي ذلك في 2011 كانت ستقتلهم في الشوارع وفي الميادين، لكن وقوف أبناء هذه القبيلتين هو من حطم أحلام صالح وكان موقف عظيم ومسجل للتاريخ. فالمعركة الآن عادت في نفس المناطق وبنفس الطرق ونفس الوسائل، لكنهم موقفهم أضعف وموقفنا أقوى لأننا أصحاب حق وأصحاب أرض وأصحاب وطن، ولا يمكن لهم أن ينتصروا علينا بإذن الله مهما طال الزمن. هي الحرب كر ونفر، فدخلوا صنعاء بطرق غير، لم نقول أنهم انتصروا بحرب لأنهم لم ينتصروا بحرب، دخلوا بطرق لا لا لو دخلنا فيها بنخوض في تفاصيل كثير، لكنهم سيخرجون منها بغير إرادتهم إذا لم يخرجوا قبل ذلك بإرادتهم. إذا أستاذ زيد ينضم معنا أيضا عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ عبد الله الحاضري الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور. أستاذ عبد الله، كيف يعني أو ما هي الأهمية الاستراتيجية من وجهة نظرك لفرضة نهم وسلسلة الجبال الممتدة فيها؟ طبعا بالنسبة أو فرضة نهم بالذات ومعسكر الفرضة هو يعتبر البواب بوابة مارب وبوابة الجوف، وفي نفس الوقت هو البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء والسلسلة أخذ السلسلة الجبلية بالكامل الشرقية.
معناه أن قلب صنعاء أصبح بيد المقاومة، خاصة إذا وصلت المقاومة الاندفاع ناحية أرحب وناحية بني حشيش، فمعنى ذلك أن المطار والمنطقة الشمالية بأكملها العاصمة صنعاء، الأمانة العاصمة أصبحت بيد المقاومة. والمسألة الآن هي مسألة تثبيت هذا النص، ليس المشكلة أن تصل إلى القمة ولكن أن تحافظ على هذه القمة، ليس المشكلة أن تحقق نصرا. هل هناك احتمالية خسارة هذا الانتصار أستاذ عبد الله؟ طبعا هي بالنسبة للحروب الآن هي يعني صعب الواحد أن يتنبأ بما سيحصل فيها ومعطياتها خاصة في المستقبل، لكن دائما الجيوش عندما تحصل على هذه الانتصارات تعززها بقوات أخرى، تعززها بمزيد من التحصن، تعززها بمزيد من الاندفاع، يعني لا تكتفي بهذا النصر وتقف عنده ولكن تواصل زخم الهجوم حتى تصل إلى الهدف المحدد لها أو إلى الأماكن المحددة لها بالضبط. هذه مسألة خاضعة للقيادة العسكرية وقيادة العمليات وما تريده بالضبط من اندفاع هذه القوات إلى هذه الأماكن. لكن المهم في هذا الموضوع ما حينما نقول أننا وصلنا إلى فرض اثنين، ففي هذه الحالة أننا حققنا نصرا تكتيكيا هاما ضمن الاستراتيجية العامة التي هي الوصول إلى صنعاء ومن ثم إعادة الشرعية. أقول أنه من الأهمية بمكان تعزيز هذا الانتصار، تعزيز هذا الانتصار بمزيد من تعزيز القوات، بمزيد من تعزيز الآليات، بمزيد أيضا من الاندفاع حتى تصل القوات إلى النقطة المحددة لها بالضبط، أي بمعنى أدق النقطة المحددة لها بالتنسيق مع بقية المحاور. طبعا هو لا يمكن أن يقول أنه الهدف الغائي لتقدم القوات شرق صنعاء هو فقط الوصول إلى هذه النقطة، لكن أيضا سيكون هناك أيضا هدف غائي من القوات الموازية لها والمتسقة معها بنفس الاتجاهات، من اتجاه حجة، من اتجاه الجنوب، من تعز، يعني لابد من التوازي في هذه المحاور جميعا. لكن أقول أنه فعلا نصر رائع حققت المقاومة، تقدم رائع للقوات يحسب لها، وأعتقد أنه أهم تقدم تقريبا منذ الفترة الماضية هو ما حصل هذا اليوم. أعتقد أنه انتصار رائع يستحق التهنئة لقيادة العمليات والقيادة الجيش اليمني. طيب أستاذ عبد الله، يعني الفرضة أو هذا المكان بهذه الأهمية الكبرى بالنسبة لمعركة صنعاء، هل تتوقع أن يتنازل عنه الحوثيون بهذه البساطة؟ يعني خاصة إذا ما علمنا مدى هذه الأهمية كما تفضلت، وإن لم تعزز أو تعزز المقاومة ب يعني مساعدات أخرى. السؤال الآن، هل فعلا الحوثيين قادرون على أن يقوموا بهجوم معاكس؟ بمعنى أدق لديهم الوسائل المادية والبشرية للقيام بهذا الهجوم المعاكس لاستعادة هذه المواقع؟ هذا احتمال. من الناحية العقلية جائز، لكن من الناحية الواقعية أعتقد أنه في نوع من الاستحالة، لأنه فقدوا قواتهم نتيجة لمغامرات في كافة رقع الجغرافية اليمنية في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، وخسروا كثير من القوات وخسروا أيضا كثير من الوسائل، بالإضافة إلى أعتقد سيقول أنه الخلاف الذي برز بين قياداته وأيضا القيادات، مش بس قيادات والبينية، القيادات أيضا مع المؤتمر الشعبي العام ومع رئاسة المؤتمر الشعبي العام، الخلاف أيضا هذا الخلاف البيني جعل ما عليهم من الصعوبة بمكان أن يستطيعوا أن يقوموا بهجوم استراتيجي. هم الآن في مرحلة دفاع منذ فترات، منذ أن سقطت الجوف وسقطت مارب، هم في مرحلة دفاع استراتيجي، هم الآن فقط استراتيجيتهم إعاقة القوات والتحصن حول صنعاء لمعركة حاسمة هم يفكرون فيها أو يخططون لها. لكن أعتقد أنه وفقا لهذه المعطيات الموجودة الآن نتيجة للحصار المفروض عليهم ونتيجة للضربات الجوية ونتيجة أيضا الخلافات البينية، كل هذه المعطيات تقول أنه من الاستحالة الواقعية أن يقوموا بهجوم معاكس شامل يمكن لهذا الهجوم أن ينجح ويستعيد منهم لا يستعيد الفرض، لكن الحذر هو الواجب، بمعنى أعتقد أن نقول أن هذا الاحتمال ممكن، وبالتالي ينبغي أن نضع كافة الاحتمالات ونستعد ويتم الاستعداد لها. طيب أستاذ عبد الله، يعني هل تتوقع من الحوثيين أن يتم الاستسلام خاصة في صنعاء والانسحاب أو رضوخ حتى للعمل السياسي أو للحل السياسي خاصة في ظل هذه الانكسارات المتوالية، أم يعني أنهم سيقامرون وسيظلون على نفس الوتيرة؟ أعتقد أنهم أضاعوا فرصة تاريخية في جنيف، كانت جنيف هي فرصتهم التاريخية التي تصوري كانت داخلة في حدود الإمكان، هم أضاعوها بأنفسهم بتعنتهم بمواطلاتهم بتصورهم أن هنا محور الروسيا الإيراني سيقف معهم إلى ما لا نهاية. أعتقد الآن أنهم خسروا آخر ورقة لهم بخروج البعثة الروسية، في تصوري أنه الآن استمرار الحوثيين بما هم عليه وأيضا علي عبد الله صالح، أعتقد أنه انتحار، شبه انتحار. أعتقد الآن أنه بإمكانهم إلى هذه اللحظة
أن يرضخوا للأمر الواقع وأن يعلنوا التزامهم بالقرار مجلس الأمن الدولي 22-16. ما زال في حدود الإمكان السياسي أن يخضعوا للعملية السياسية، لأنه في تصوري إذا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، إلى المرحلة النهائية، إلى دخول صنعاء، أعتقد أنه خسروا وأنهم سيخرجون خارج التاريخ. وأعتقد أنه في تصوري أنه المشروع الحوثي وهو الأهم وصل إلى غايته، وصل إلى نهايته بالإفلاس للأسف الشديد الأخلاقي، بالإفلاس الاجتماعي، بفقدانهم لحاضنتهم اللي كانت موجودة والتي كسبوها نتيجة لبعض الظروف المواتية لهم في الفترات الماضية وما تحتهم ثورة الشبابية في عام 2011. أعتقد أنه في إفلاس الآن على كل المستويات، وإذا استطاع الحوثيين بنوع من التعقل وحلفائهم الآن أن يلتقطوا الفرصة التاريخية وأن يخضعوا وأن يعلنوا فعلا أنهم موافقون على القرار وتنفيذ القرار مجلس الأمن الدولي 22-16 والعودة إلى المبادرة الخليجية والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني. أعتقد أن الفرصة التاريخية ومساحة من الزمن لا يتعدى الشهر إلى الأسبوع إلى الأسبوعين، فرصة زمنية متاحة لهم ليعلنوا الالتزام بكل هذه القرارات الدولية وبمخرجات الحوار الوطني. أعتقد أن الفرصة السياسية ما زالت متاحة إلا إذا أصروا على أن يضيعوا الفرصة الأخيرة، وأعتقد أنها الفرصة الأخيرة، فأعتقد أن الحسم العسكري سيكون هو الخيار الأخير الذي ليس أمام الشرعية إلا أن تخوضه، وهذا الخيار الذي لا نريد أن نصل إليه. ما هي تداعيات هذا الخيار العسكري بالنسبة لصنعاء أستاذ عبد الله؟ طبعا هو لا نريد أن ندخل في مسألة الدور إلى النهاية، يعني هم يدخلوا صنعاء وثم نحن ندخل صنعاء ويعاد الدور بنفس الدائرة، لن نخرج، خاصة إذا ما علمنا أنه مستوى الثقافي على المستوى الاجتماعي ربما قد يؤدي إلى أنه ممكن في الأخير أن يخوضوا نفس الخيار الذي خوضناه، بمعنى أدق أن تكون هناك حرب عصابات قادمة أو أن تكون هناك حرب لا نهائية. أعتقد أنه نحن لا نريد أن نكون مثلهم، أن ندخل صنعاء بذلك الشكل، نريد أن ندخل بحل سياسي، نريد أن يكون هناك عقل ومنطق أيضا في 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 مسألة كيفية الدخول إلى صنعاء واستعادة الدولة. لا نريد قوة السلاح هي التي تفرض الشرعية، أتمنى أن تكون هناك عقل وتعقل في هذا الموضوع، لأننا لا نريد أن نكون مثلهم، لا نريد أن نكون، نحن الآن في مرحلة الحمد لله يعني في مرحلة قوة، ونحن الآن في مرحلة النصر ونتفاوض ونقول هذا الكلام من 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 مبدأ أخوي، من مبدأ إنساني. الثورة والمقاومة لديها المبدأ الأخلاقي، البعد الأخلاقي، البعد الإسلامي، البعد الإنساني. نحن لسنا دمويون، لسنا حريصين على استخدام السلاح، نتمنى في نهاية الأمر أن يكون الحل السياسي هو الحاسم، نتمنى أن تبقى ما أوجههم ما زالت موجودة، نتمنى أن يخضعوا القرارات الدولية وليس لقوة السلاح. كل هذا من أجل الحفاظ على الدم اليمني، وحتى لا تزيد الطين بلة، وحتى لا تشفك مزيدا من الدماء. نحن حريصين عليهم أيضا برغم ما فعلوه بنا، ولكن مع ذلك مبادئنا الأخلاقية وقيمنا الثورية تقول نتمنى أن ترضخوا للقرارات الدولية وللمشروع اللي اتفقنا عليه مخرجات الحوار الوطني وللمبادرة الخليجية، وألا تجبرونا على أن نخوض خيارات أخرى لا نريدها على الإطلاق. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الحاضر، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. اسمح لنا أستاذ زيد أن نذهب أنت والسادة المشاهدين لهذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تشكل منطقة نهم إحدى مناطق الطوق المحيط بالعاصمة صنعاء، وتعد بوابة صنعاء الشرقية من حيث الجغرافيا. أما من حيث التاريخ السياسي والاجتماعي فقد حضرت نهم في محطات النضال الوطني في ثورة 26 سبتمبر ومعارك الدفاع عن النظام الجمهوري، وكذلك كان لها حضور واضح في ثورة فبراير الشبابية في 2011. وهي الآن تسطر ملامح بطولية في سبيل الدفاع عن النظام الجمهوري مرة أخرى في 2016. المادة التالية تستعرض أبرز محطات الحضور الوطني للبوابة الشرقية لصنعاء مديرية نهم، فإلى المادة. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ زيد معنا في هذا المساء. كيف تقيم دور نهم يعني من خلال يعني وجودها في كثير من محطات النضال والدفاع عن الجمهوريه؟ ابناء مديريه نهم ومديريه ارحب كذلك، احنا تعودنا دائما ننطق نهم وارحب مع بعض لانها مديريتين متجاورتين ويربطهم من العلاقات والنسب الكثير. فمواقف ابناء مديريه نهم وابناء مديريه ارحب الكثير منهم، لا اقول الكل، مواقف دائما مع الوطن، حيثما تجد قضيه الوطن هم معها. فهناك مواقف تاريخيه كما ذكر التقرير تشهد لهم بذلك، ولو شهدت انا فشهادتي مجروحه لاني من ابنائنا. طيب استاذ زيد، يعني كيف تقيم الحضور الرسمي والدولي، يعني الرسمي الدولي عفوا هيئه الاركان، ايضا في الجانب الاعلامي فيما يخص المقاومه في اماكن كثيره؟ هناك تحرك جاد فعلا من هيئه الاركان في فرضتنا، وهناك تحرك كبير من الجيش الوطني وهذا لا ينكره احد. كذلك أبناء نهم أصلا وأبناء مديرية أرحب هم أنضوا تحت لواء الجيش الوطني، والقليل فقط من يقاتلوا باسم المقاومة، وهو كما ذكر الناطق باسم مقاومة صنعاء هي معركة واحدة، الجيش الوطني والمقاومة كلهم ينضوا تحت اللواء الشرعية واللواء ويأتمرون بأمر هيئة الأركان، لأنها معركة الوطن والجمهورية بشكل عام. هذه المعركة ليست معركة نهم ولا معركة صنعاء حتى، هذه معركة اليمن من مأرب وحتى عدن وحتى تعز وحتى صعدة، هي معركة اليمن وبإذن الله قريبا تنتصر. طيب بالنسبة أستاذ زيد، يعني تحدث الأستاذ عبد الله بمخاوف معينة التي هي استعادة فرضة نهم، رغم أنها طرحها في إطار يعني أنه من الصعوبة بمكان أن يتم أن تتم هذه الاستعادة، كيف تجد أنت هذا الأمر؟ هو دائما أن ينتصر الشخص لازم أن يحافظ على النصر الذي حقه، لكن إمكانية عودة الحوثيين إلى المواقع التي كانوا فيها في اعتقادي غير موجودة ولا يمكن. من أي ناحية؟ لأنهم منهارين وقواهم منهارة، والآن يفرون من أمام المقاومة، غير من يلزم من قيادة الحوثيين إلزام أن يظل في موقعه، وإذا أراد أن يهرب قتلوا، وهناك حالات حصلت في مواقع، فمن تمكن من الهروب يهرب، وهذا واضح انهيار الحوثيين. وكل من تواصلت معه في الجبهات كلهم بنفس المنطق، ان الحوثيين منهارين وان ما عرقل المقاومه فقط هي الالغام والمسافات المتباعده، اما الحوثيون منهارون ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يستعيدوا هذه المناطق، خاصه وانها كما ذكرت مناطق وعره، اذا تمسكت بها اي جهه فمن الصعب ان تتخلى عنها، ومن الصعب ان يصعد الخصم اليها لانه يكون مكشوف امام الفرضه ولن يستطيع ان يصل، والطيران لا يستطيع ان يؤثر بشكل كبير في مناطق الفرضه. صحيح ان الطيران يتدخل وقوات التحالف تتدخل، لكن تاثير الطيران قليل جدا في المناطق الجبليه، والاعتماد كل الاعتماد هو على المشاة وعلى الشباب الذين يقدمون دماءهم وارواحهم في سبيل الوطن. ألن يقوم الحوثيون بعمل حشد من داخل صنعاء لتعزيز قواتهم في الاطراف؟ دفعوا بمجموعات كبيره وكانت تمر من مناطقنا والجميع كان يشاهدها، اطقم ومدرعات، لم يعد لديهم السلاح الثقيل، لكن الحشد البشري كان ما زال موجود، لكنهم في الفتره الاخيره لم يستطيعوا ان يجدوا احد، لأنهم استنفذوا قواهم وحشدوا أبناء مناطق، حتى حاولوا الحشد فينا، لكن أبناء نهم حكماء حتى من يؤيد الحوثي لم يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا وقود لميليشيات الحوثي وأطماع سيد الكهف عبد الملك الحوثي، فرفضوا أن يكونوا ضمن هذه الحرب. وحتى من يحارب الآن هناك قليلة جدا من أبنائنا مع الحوثي، لكنهم أغلب من يحارب فينا من خارجنا، لذلك سينكسروا لأنهم لا يعرفون المناطق. إذن سيكون أيضا معنا أستاذ زيد الأستاذ عبد الكريم ثعيل، وهو عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد الكريم.
استاذ عبد الكريم. مساء الخير والعافيه عليكم السلام وضيفتي ضيفتي ومشاهدينا الكرام. اهلا بك معنا. بدايه استاذ بارك لكم المباركه التي حصلت في مصر. المباركه هي لكم استاذ عبد الكريم ولنا ايضا بهذه الانتصارات، ولكن انتم يعني من 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 في الميدان ربما تستحقونها اكثر. بدايه استاذ عبد الكريم، ما هو برايك سبب تهاوي قوات المخلوع والحوثي ايضا في نهم امام افراد المقاومه الشعبيه؟ المباركة عموما هي لكافه الشعب اليمني، وهي من ابناء الشعب اليمني كافه، سواء كانت في جبهه صنعاء باتجاه نهم او الارحب او في الجوف او في تعز او في، هي معركه واحده، شعب واحد وليس عصابات اجراميه واحده انقلابيه لاستعاده الدوله ولاستعاده الهويه اليمنيه، الهويه العربيه للجمهوريه اليمنيه. اليوم ما حدث هو انتصار كبير جدا، يعني في تلاحق مع تلك الانتصارات السابقه ومع الانتصارات التي حدثت في انتصارات المحافظات. ليس هناك سر لتهاوي الانقلابيين امام صمود المقاومه والجيش. هؤلاء مجرد عصابات تسببت الشرعيه مع المقاومه مع التحالف في توحيد الكلمه وفي جلب الامكانات وتكريم الوقت والمضي بدون تحرير المناطق. فكلما كانت الامور مرتبه بشكل جيد كانت تكون سريعا جدا، لان عصابات لا تصمد ان تكون امام شعب بأكمله ومزروع في جيل وجوار وعالم، باعتبار ان الانتصار الذي حصل هو يعني يعبر عن رغبه ابناء المهم في استبدال المقاومه والشرعيه والتعايش لها كونهم الحاضن للشرعيه والمتمني لها والمقاومه ايضا، من اجل المعارك اللي هم الى جوار المقاومه وابناء منهم انفسهم وابناء الشعب الوطني. التقدم الذي حصل هو استراتيجي ينتج نحو ما تبقى من مديريات كما اشار اخي وصديقي الزيت، بان التقدم هذا هو جزء من خارطه تحرك المقاومه والجيش شرعيه متكامله في السيد الامني بصنعاء لاستعاده الشرعيه في مناطق عاصمه. نعم. طيب هل هناك استاذ يعني تقدم واضح، يعني نلاحظ ان هناك تقدم واضح للمقاومه ولكن لا يوجد الان اي خطاب حكومي او رسمي مواكب، ما تعليقك؟ لا يوجد ماذا؟ لا يوجد يعني اي خطاب رسمي او حكومي حول هذا التقدم. لم يحدث اي خطاب، يعني يفترض بالشرعيه وان تحتفل بهذا، وباعتقادي انه انشغال الشرعيه فيما هو اهم هو التوحيد، يعني كيف الشرعيه ان تحتفل وهي يعني انتشرت؟ ما يدور اليوم في اعلام الشرعيه وفي الرئاسه وفي الحكومه وفي المقاومه والجيش الوطني، و يكفي تأجيلا للاحتفال الى بلوغ صنعاء بألم الجرح العميق، وباعتقادي ان رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء يتابعون تقدم الجيش المقاومه بشكل مستمر وهناك رضا عام، والتحالف ايضا يدعم بشكل جيد، هناك عدد كبير لازال من المقاومه تحتاج الى ضم في الوزراء، وقد تم ضم عدد كبير من ابناء محافظه صنعاء وعمران وغيرها في الاليه الشرعيه، ويجب ان تتحول المقاومه الى اليه بدلا ان تكون ميليشيا، رغم انها انجزت انجازات كبيره جدا نشكرها ونقول بانجازاتها تحول الى اليه رسميه وضمان الامان للجيش الدوله، وكذلك الشرعيه تسعى الى ذلك. نعم. رغم ان هناك طيب الا اننا متفائلين، ما يحدث اليوم هو تعطوبا للولوج الى الشيخ والى ارحب ومنها الى فوق صنعاء. طيب استاذ يعني عبد الكريم، كان الاستاذ عبد الله الحضري معنا يتحدث عن اهميه تعزيز هذا النصر وتعزيز المقاتلين ايضا بقوات اخرى وبمقاتلين جدد حتى يعني تحكم السيطره ولا تخسر المناطق التي تمت السيطره عليها، هل يتم هذا فعليا ويوضع هذا الامر في الحسبان؟ لا،
في غالبا المعارك التي تحدث تكون المقاومه في النسج الاول غالبا يعني، وعندما تحرر مناطق تاتي بعض الخسائر من الجيش لتحل محلها لتامين تلك المناطق. لكن انا كما قلت قابلت من ضم ابناء المقاومه في الجيش وتسليم عدد ايضا جريد في هذه المناطق لكي يتم تامينها فيما بعد بثلاثين هناك خلال استلالات امنيه كما حدث في بعض المحافظات. لابد ايضا اوثق على مدى الدكتور تعزيز هذه الجهود وتعزيز هذه الكوادر البشريه الموجوده كون المساحات شاسعه جدا. ونحن اليوم بعد ان نحررهم من السفينه ونصل الى ارحب والى مختلف مديريات محافظه صنعاء، وهذا يحتاج استعداد كبير. يجب على الشرعيه ان تستعد من وقت مبكر. نحن في المجلس الاعلى لمقاومه صنعاء عرضنا على جهه الارسال وعلى الجهات الرسميه خارطه واضحه لاستيعاب المقاومه، وكذلك نمضي فيها يعني رغم يعني قطع وصول الامكانات و محدوديتها الى من انجاز كبير جدا، وبكل يعني تنسيق مع التحالف ايضا تمضي عمليه بشكل جيد تتوقع الانتصارات وتتوقف بتامين المناطق كما حدث في اولى مراحل عمليه تحالف عندما نعم. وصلت الفكرة أستاذ عبد الكريم، شكرا لك أستاذ عبد الكريم تعالي العضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء. عودة إليك أستاذ زيد، يعني برأيك أستاذ زيد في حال أحكمت المقاومة السيطرة على مداخل صنعاء وربما هذا ما حدث، ولكن إن تم التقدم فعليا إلى المطار كما تحدث الأستاذ عبد الله، هل تتوقع أن يسلم الانقلابيون العاصمة ويحقنوا الدماء أم أنهم سيستمرون في مقامرتهم؟ آخر ما يفكر فيه الحوثيون الدماء، وكل دماء تسفك من أجل السيد عبد الملك هي تقرب إلى الله وإلى الجنة. لا أعلم أي جنة يقصدون، لكنهم يعتبرون هذا الدماء تقرب إلى الجنة، لا يفكرون في دماء اليمنيين، ولو كانوا يفكرون في دماء اليمنيين كانوا حقنوها ولم يسفكوها هم بأيديهم. إذا سلموا صنعاء سيكون استسلام وليس حل، فهم عهدناهم دائما منذ سنين لا يقبلون الحل إلا إذا كان موقفهم ضعيف، وإذا تمكنوا ينقضون ما 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 اتفقوا عليه مع خصمهم، فهم لا يرعون أي اتفاق ولا يحفظون أي عهد ولا ذمة، لن يفكروا في دماء اليمنيين. إذا رأوا أنهم سيستطيعون أن يحققوا ولو شيء أن يسير من الصمود سيغامرون وسيغامرون وسينتحرون حتى، خاصة وأن شخصيات كبيرة منهم بدأت في الهروب إلى الخارج، فهم يزجون بأبناء المساكين والبسطاء للموت فلا يهمهم دماء هؤلاء. إن يقول مثل شعبي إن سبرت مرأة وحمار وإن ما سبرت ركب لازمة، فهم إن انتصروا فحققوا نصر لأنفسهم، وإذا لم ينتصروا فكان الضحية غيرهم لم يكن. طيب هم ضحية يعني الحق. في أقل من دقيقة أستاذ زيد، لم يعد لدي المزيد من الوقت، يعني ملاحظ أن أفراد المقاومة هم من أبناء نهم وأيضا من أبناء الجمهورية، خليط كامل من أبناء الجمهورية، ما تعليقك على هذا الخليط الوطني في المقاومة في المحافظة على الجمهورية؟ كما قلت في بداية الحلقة، هذه معركة وطن، معركة جمهورية، معركة كل أبناء اليمن. الانتصار في أي منطقة سواء في نهم أو في غيرها هو انتصار لكل يمني ولكل شبر في أرض اليمن. أبناء اليمن وقفوا في كل المناطق، لم يكن هناك الفضل لأبناء منطقة أن حرروا أنفسهم بأنفسهم، ولكن الجهد الكبير والبذل الكبير هو لأبناء المنطقة بحسب خبرتهم في بلادهم، لكن أبناء المقاومة من كل مناطق اليمن بل ومن كل قرية ومن كل بيت يتواجد أفراد في الجيش الوطني وفي المقاومة الشعبية، وهذا لا ينكره أحد، ولا نستطيع أن نتكلم عن قبيلة أو عن محافظة أنها لم تشارك في المقاومة، فكل اليمنيين شاركوا في هذه المقاومة، ومن لم يشارك بسلاحه شارك قاوم بطرق أخرى وبأساليب أخرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ زيد الشليف، نائب مدير تقريبا مبادرة نائب رئيس مبادرة من أجل يمن جديد، شكرا لك. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.